أجري بيزنس، معرض زراعة جديد افتتحه النائب مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة بحضور عشرات الشركات في مختلف التخصصات. دلوقتي هندخل نشوف الشركات دي والمنتجات المعروضة من مبيدات وأسمدة ومعدات زراعية. دكتور ياسر عبد الحكيم، مستشار العلمي لمجموعه تكنو جرين ومستشار العلمي للزراعات المحميه والصوب الزراعيه، اهلا بحضرتك في برنامج مجلس الزراعه المليون النهارده من معرض اجري بيزنس. عاوزين نعرف من حضرتك ابرز الاصناف الجديده باعتبار حضرتك استشاري في الخضر والفاكهه والزراعات الحديثه اللي موجوده في هذا المعرض، وكمان ازاي ممكن المعرض ده يفيد المزارعين خاصه صغار المزارعين. اولا المعرض فرصه جميله جدا للمزارعين وللشركات ان هم يلتقوا مع بعض في تجمع واحد في مكان واحد، فده بيبقى بيعمل نوع بيخلق نوع من التوعيه للمزارع على جميع مستوياته، بقى كبار مزارعين كبار العملاء اللي هم عندهم مساحات كبيره يعني، او مزرعات او مزارع متوسطه، او المزارع الصغير، دول كلهم بيبقى ما بيجي هنا المعرض هيبقى على اتصال مباشر على طول مع الشركات في مجال الأسمدة، المبيدات، شبكات الري، البذور، فيطلع بالتبعية على أحدث حاجة موجودة في السوق المصري، لأن طبعا كل شركة بتحاول فرصة ليها في المعرض أن هي تنزل بأحدث منتجات عندها سواء من بذرة أو سماد أو مبيد أو هكذا. حضرتك شايف المنافسة بين الشركات النهاردة، خاصة أن في الكثير من الشركات في مجالات نفس المجالات تقريبا متشابهة، حضرتك شايف المنافسة دي ممكن تعود على القطاع الزراعي ازاي؟ المنافسة بطبيعتها تعود بالصالح العام للمزارع، ان المنافسة هتولد افضل جودة بأقل سعر، هي دي المنافسة. كويس؟ ولكن زي ما بتقول حاجة كده ان المنافسة الشركات كلها تقريبا شبه بعضها، كله شغال في الأسمدة، كله شغال في المبيدات، ومنتجات كلها متشابهة. الفرق فين بقى؟ الشركة اللي تملك معلومة علمية زراعية مبسطة وحديثة وبتحدثها أول بأول وتدرب بيها العملاء بتوعها من المزارعين والمهندسين الزراعيين، هي الشركة اللي هتملك السوق واللي تعرف تعمل حجم مبيعات محترم وتطلع بصافي أرباح كويس جدا. أما الشركة اللي ما عندهاش نواحي علمية مستحيلة تعرف تسوق حاجة، وده نتيجة إن الشركات كتير ومنافسة عالية قوي، فالمنافسة دلوقتي البقاء للي يملك المعلومة العلمية السليمة. الاستثمار الزراعي من اهم الاقتصاديات الزراعيه في مصر. الحقيقه النهارده احنا معانا الاستاذ حاتم الكوم، العضو المنتدب لشركه بي جرين، وهي الشركه اللي الحقيقه ما بتوقفش بس عند الانتاج او لا، كمان بتستثمر في هذا المنتج وتنتج من خلاله الكثير من المنتجات الاخرى. احنا معانا الاستاذ حاتم، اهلا بحضرتك في برنامج مجلس الزراعه. اهلا بيك يا فندم. حضرتك عاوزين نعرف النهارده مشاركه حضراتكم في معرض اجري بيزنس ازاي، وابرز الحاجات اللي مشاركين بيها في هذا المعرض. اول حاجات ان احنا مصممين مزرعه اسبولين على 25 فدان في تلمس اسكندريه الصحراوي، دي اول احد المشروعات لينا. المشروع الثاني هو مشروع مدينه بي جرين في غرب الاقصر على مساحه 10000 فدان، وفي بي جرين طريق الواحات سوى على مساحه 3000 فدان. يبقى بي جرين 1 هتم زراعتها بالكامل اعشاب ونباتات طبيه وانتاج زيوت عطريه، هي مدينة زراعية صناعية متكاملة، وهيكون فيها منتجع للسياحة الزراعية العلاجية. هل حضرتك بدأتوا كشركة في هذه المدن أو المدينتين دول في غرب الأقصر والمدينة الأخرى، ولا لسه في الخطوات التنسيقية لده؟ لا، في خطوات تنسيقية بس في تخليص إجراءات التعاقد مع الهيئة عمل التعمير ودراسات الجدوى للمشروع. ان شاء الله هنبدأ المشروع نفسه هيبدأ سير عمل خلال شهر مع واحد اربعة. النهاردة مشاركتكم في المعرض بالنسبة للمزارعين وصغار المستثمرين ازاي ممكن يستفيدوا من بي جرين؟ ان دراسات الجدوى موجودة
كل مستثمر مهما كان المبلغ اللي عاوز يستثمره هيلاقي المشروع المناسب له. الشيء الاخر سواء كاداره مزارع الطحالب او مزارع الاعشاب ان احنا مش مجرد بنبيع منتج او بنبيع مشروع، لا احنا بنتولى الاشراف بالكامل على المشروع وبنشتري، والانتاج اللي طالع من الارض احنا بنشتريه. فمع المزارع مع المستثمر الصغير اللي عنده مبلغ معين من المال عاوز يستثمره وما عندوش خبره، لا احنا بنتولى التدريب، بنتولى الاشراف، بنتولى شراء المنتج منه. بالنسبه للقيمه المضافه لهذه المنتجات، هل في خطه في بي جرين ان يكون في قيمه مضافه وسلسله صناعات ناتجه عن هذا المنتج؟ لا، هي بالفعل تمت. انا حتى هذه اللحظه في 6 منتجات مستحضرات تجميل تم تسجيلها وتداولها دلوقتي. في التحالب كباودر بيتم بيعها، بدأنا سلسله محلات اورجانو لبيع المنتجات الخاصه بينا. دي سلسله محلات خاصه ببيع مكملات غذائيه ومستحضرات تجميل. يعني ما شاء الله في شغل كتير في القيمة المضافة، وده اعتقد من اهم الحاجات اللي ممكن نهتم بها خلال الفترة اللي جاية في ظل الاستثمار الاضافي للمنتج الزراعي. غير ان كل المشكلة اللي بتواجه اي حد الخوف من التسويق، لا احنا في اي حد بنخش مع شراكة لتنفيذ اي مشروع بنمتي معاه عقد شراء المنتج اللي هيتم انتاجه، وبالتالي فنشيل العبء عن احتمال حاله حصول حاله ركود او انخفاض اسعار. لا، كل الكلام ده كله خلصان بتعاقدات مع بدايه المشروع. عاوز حضرتك توجه رساله للصغار المستثمرين وصغار المزارعين. القلب الجامد. في 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 معادله بسيطه، الشخص اللي بيبحث عن الامان الكامل بيخسر حاجات كتيره. لما تكون عارف واثق ان في جهه معينه هي هتولى التدريب، الجهه دي عندها الكفاءه لاداره مشروعك، هيكون افضل كتير من انت تحتفظ بفلوسك في البنوك. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. العفو يا فندم. جميع منتجات السبايرولينا احنا بننتجها. هنا موجود الشامبو والبلسم، دوت كريم تبييض للوجه، دوت سكراب للجسم وللوجه. هنا برضو نفس الكريم، هنا الشامبو بطريقه تانية بنفس المعدل بس بالسبايرولينا شامبو وبلسم. في الكريم بتاع الايدين ودوت مفيد جدا للايدين جدا جدا عشان خاطر الملمس بتاعها بيكون افضل. عندنا منتجات الشاي اللي هو ممكن يتاخد بيتشرب كده بدون اي حاجه على ريق الصبح، فهو بيدي الجسم مناعه كامله، لان احنا عارفين ان السبايرولينا بتعمل مناعه كبيره جدا للجسم، فدوت الشاي معمول مخصص لانه يدي الجسم مناعه كبيره. احنا بقالنا 5 سنين بننتج السبايرولينا. حاليا عندنا محل في عباس العقاد وهو برضو لجميع منتجات السبايرولينا كامله. دكتور هشام صلاح المدير التجاري لشركه رويال جرين تكنولوجي، اهلا بحضرتك في برنامج من سيزرع المليون. النهارده احنا في معرض اجري بيزنس، حابين نعرف من حضرتك مشاركه الشركه رويال جرين تكنولوجي في المعرض وابرز المنتجات اللي نازله او طرحها خلال المعرض النهارده. اهلا بيك يا استاذ شعبان، نورت معرض اجري بيزنس. احنا كشركه رويال جرين تكنولوجي شركه متخصصه في الزراعات في الاسمده الحيويه، في الزراعات اللي هي حيويه منتج اورجانيك. طبعا احنا عندنا اكتر من منتج نوفا بلس ده المنتج الرئيسي عندنا. عندنا في بعض المنتجات منه متخصصه اللي هو نوفا بلس متخصص موالح، ونوفا بلس متخصص خضر، ونوفا بلس متخصص نباتات طبيه وعطريه، ونوفا بلس متخصص محاصيل حقليه، وعندنا منتج اسمه نوفا كي ده رش ورقي. ده باختصار يعني المنتجات بتاعتنا. يعني بالنسبه لاقبال المزارعين على هذه المنتجات وتفاعلهم النهارده في معرض اجري بيزنس. والله دي اول مره نشترك في المعرض،
احنا قلنا ناخد خطوه عمليه ان الناس تعرف ان في حاجه اسمها زراعات حيويه، ان احنا نستخدم اسمده بديله للكيماوي تكون امنه على صحه الانسان، بتعود بعائد كبير للمزارع سواء اذا كان صغار مزارعين او كبار المستثمرين. خلال الفتره الجايه مستهدفين ايه من خلال المنتجات؟ هل في منتجات جديده هيتم طرحها؟ فعاليه المنتجات دي بالنسبه كمان للمزارع، يعني مدى قابليه المزارع لفكره السماد الحيوي؟ هو الفكره بتاعت السماد اذا كان تسميد ارضي او ورقي ان احنا نعمل وظائف كتير سواء في الارض او في الورقي. فالفلاح او المزارع او المستثمر ما بيحتاجش او ما بيستخدمش اسمده كتير، لان انا السماد اللي عندي بيغني عن حاجات كتير في الارض. يعني عندي مثلا السماد اللي هو نوفا بلس، احنا اتكلمنا قبل كده قلنا فيه كتير بس هنقوله باختصار ان هو فيه عناصر صغرى عناصر صغرى عناصر صغرى عناصر كبرى، منشط جذري منشط خضري، بيعالج الملوحه، سماد سريع الامتصاص، سماد فيه اكتر من نوع، كائن حي دقيق، بكتيريا، كائنات حيه دقيقه، طحالب بحريه، احماض امينيه. ده بيسمى تحت عرفه الزراعه المستدامه، ان انت خلاص ان انت استخدمت السماد فهو بيفيد الزرعه دي والزرعه اللي بعدها. خلال الفتره الجايه هل هيتم طرح منتجات جديده من اسمده الحيويه نوفا بلس ونوفا كي غيرهم؟ ان شاء الله في عندنا معالج للنيماتودا ان شاء الله، وفي معالج للخاص متخصص لمعالجه ملوحه التربه، فان شاء الله ديت هتكون منتجات ان شاء الله مستهدفه الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. بدأنا نقابلهم، بدأنا نعرفهم المنتجات، بدأوا يذوقوا طعم المنتجات الفراولة، المنتجات اللي احنا عرضناها، شغل الحيوي، تسميد حيوي ما فيهوش أي كيماويات نهائي، حاجة كويسة. الناس بدأت يبقى عندها استيعاب للمنتج. في ناس كتير من العملاء بتوعنا اللي هم شغالين معنا بالفعل كانوا اوريدي عندنا هنا النهاردة. النهاردة الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى ان المنتج بتاعنا مسمع وصل الدول العربية، وكان عندنا النهاردة زيارات من الدول العربية من الأردن ومن لبنان. المنتج عبارة عن نوفا بلس التسميد الأرضي، ده حاجة حيوية بيشتغل بدون أي كيماويات وبدون أي مبيدات نهائي، وعندنا مركب النوفا كي مركب رش حاجة محترمة، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوفر في السماد باستخدام الأسمدة الكيماوية نهائي أو نحاول نمنعها، والحمد لله بفضل النوفا بلس والنوفا كي معانا قدرنا نوصل لإنتاجية عالية والإنتاج معانا بدأ يزيد. مش عايز اقول لحضرتك انه ممكن يزيد للضعفين او ثلاث اضعاف، لا هنقول للضعف، حاجه كويسه بيوفر مع المزارع المصري. احنا عايزين الفلاح المصري البسيط يكسب، عايزينه هدفنا هدف الشركه وهدف الدكتور محمد فتحي سالم ان احنا نوصل للعالميه بالمزارع المصري وبالمنتج بتاعنا، ونبقى دوله مصدره ونعمل اكتفاء ذاتي من القمح ومنتجات كتير في مصر. من حق كل مواطن مصري ان هو ياكل مركب اورجانيك، ياكل منتج اورجانيك بدون اي كيماويات. وبدا ناس كتير في جميع المحافظات تتواجد مع المنتج بعد ما شافوا النتائج بتاعته، البرسيم بيوصل ل 180 سنتي، القمح انتاجيه الفدان وصلت 30 اردب، الفول بالنسبه للفاصوليا الانتاج في الصيفي بدا يعدي ال 2 طن وشويه، في الشتاء وصل لطن 700 وطن 800. كل دي بيتكلم عليها مستوطات، فده هدفنا الوحيد ان احنا نوصل للعالميه بالمنتج بتاعنا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله نكون موفقين في هذا المركب باذن الله ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه لبلدنا.
مهندس فريد شوقي رئيس مجلس اداره شركه شاكو وكمان شركه اي جي جرو، اهلا بحضرتك في برنامج مهندس ازرع المليون. النهارده شايفين الحقيقه معدات واقبال كبير على الشركه هنا واستفسارات من مربين الدواجن لمعرفه المعدات الموجوده. انا عاوز اعرف من حضرتك يعني هذه المعدات ومشاركه الشركه النهارده في معرض اجري بيزنس. اهلا بيكم طبعا في الجناح بتاعنا. احنا شركه متخصصه في المعدات الخاصه بالدواجن والارانب وتربيه السمان وكل ما يستلزم مشروعات الامن الغذائي عموما. يعني المعده دي دخلت امتى او تصنيع شركه تصنيع احنا شركتنا قائمه من سنه 1980 وكل فتره يعني كل فتره بنستحدث موديلات وبنجيبها من المعارض اللي موجوده في المانيا وفي ايطاليا وفرنسا وبنجيب الموديلات دي وبنوطن التكنولوجيا بتاع تصنيعها عندنا هنا في مصر. المزرعه المتكامله اللي هو بيقدر يوظف كل امكانياته لينجحها. يعني مشروع مثلا المليون فدان، انا لما يبقى عندي فراخ بتنتج ويبقى عندي اسمده بتطلع استخدمها في الزراعه واخد المخلفات الزراعيه افرمها واحولها الى اكل للدود، ده كله بيؤدي في النهايه الى نجاح المشروع ونموه وان يبقى العائد الاقتصادي بتاعه عالي جدا. بشكر حضرتك، لكن رساله اخيره لصغار المربين دواجن ومربين دواجن ومستثمرين الدواجن. والله احنا نتمنى ان هم يعني يتجهوا للاتجاه الحديث، لان الانتاج البدائي اللي كنا شغالين بيه مش هيصلح في الفتره اللي جايه ان انا اقدر انافس بيه. انا النهارده بنتج فراخ خاليه من الامراض، بنتج اسمده خاليه من المبيدات، فكل دوت بيرفع لي القيمه التسويقيه لمنتجاتي وبيخليني اقدر انافس المنتج اللي جاي لي من بره. مش هيفرق معايا بقى يجيبوا فراخ رخيصه مستورده، لان انا هبقى منافس بانتاجي ان هو ايه ينافس المستورد، بل بالعكس احنا ممكن نوصل لمرحله تصدير بعد كده. بشكر حضرتك جدا المهندس فريد شوقي رئيس مجلس اداره شركه شاكو اي جي جرو، شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك فن فوز سعيد. دكتور محمد الشمري رئيس مجلس إدارة شركة الشمري لشتلات النباتات الاستوائية النادرة، أهلا بحضرتك في برنامج من سيزرع المليون. حضرتك في البداية النهاردة احنا في معرض أجري بيزنس من أكبر المعارض الزراعية في مصر، حضرتك أصلا عراقي وبتشتغل هنا كمستثمر في مصر، شغل مشرف. عاوزين نعرف من حضرتك إيه شغل الشركة ومشاركتها النهاردة في معرض أجري بيزنس شكلها إزاي؟ حبيبي، بالنسبة للشتلات النباتات الاستوائية وبالنسبة لتأسيس الشركة، احنا متخصصين في هذا المجال ولينا باع طويل في انتاج النباتات الاستوائية، وبدينا انه نزرع هذه النباتات في مصر وبدينا نكثرها من ناحية الانبات، ولينا مشاتل في سوريا ومشاتل في العراق تكون داعمة للمشتل الرئيسي اللي هنا في مصر.
ليش اختارينا مصر بالذات؟ مصر طاقة بشرية، أراضي زراعية واسعة وخصبة، مية عذبة، الطقس ملائم جدا، يعني بشكل يكون مقارب لشرق آسيا اللي هي تكثر فيها هذه النباتات الاستوائية. بالنسبة للمعرض أجري بزنس، يعني بعثوا لنا دعوة أنه احنا نشارك في هذا الموضوع، وإحنا كنا فخر ونتشرف بهذا الموضوع أن ننشر النباتات الاستوائية ونخليها متاحة للشعب المصري. حضرتك بالنسبة للمزارعين خاصة في مصر، هل هناك استجابة لهذه الشتلات وفي يعني إقبال على شرائها والتعامل مع الشركة لشراء هذه الشتلات، ومدى انتشاركم في السوق خلال الفترة الأخيرة دي؟ احنا حاليا في طور التوعية، يعني احنا نوعي المزارع، نوعي الفلاح على انه يزرع هذه النباتات اللي جدوتها الاقتصادية اكثر من الفواكه اللي موجودة واللي مزروعة، بحيث العائد الربحي بيكون أكثر. هي الفواكه بطبيعتها هي فواكه طبية وغذائية في نفس الوقت، فنريد ننشر هذا الموضوع من جانب المادي والجانب الربحي بالنسبة للمزارع أو الفلاح، ونريد ننشرها للمواطن بحيث أن تكون الفائدة الغذائية والطبية اللي موجودة بهذه الأصناف. حضرتك كمان سؤال، من ناحية الاقتصادية إيه الفرق بين هذه الشتلات والشتلات الموجودة بالفعل، وما معنى النادرة؟ يعني هل حضرتك الشتلات دي ازاي نادرة وبتجيبوها منين أصلا؟ هي بالنسبة النادرة، نادرة في الوطن العربي، بس هي موجودة في شرق آسيا، في تايلاند، في تايوان، في كل البلدان اللي بشرق آسيا، بس هي نادرة في الوطن العربي. احنا قدرنا أنه نجمع كميات كبيرة من عندها ونبتها ونكثرها ونطعمها ونخليها متاحة للفلاح أو المزارع، بحيث أنه يقدر أنه يعمل فدان واثنين وعشرة ومية. هاي الندرة مالتها، يعني احنا قدرنا أن نوفر هاي الشتلات وجاهزين للتعاقد مع أي مزارع أو فلاح أو مزرعة أو شركة أن نوفر لهم هاي الشتلات، ونكون احنا مراقبين عليها، واحنا كمان ناخذ الإنتاج، يعني ما يدوخ في الانتاج ولا يغلب ولا في التسويق ولا احنا ناخذ الانتاج وبطريقتنا، احنا نعرف كيف نسوقه وكيف نخلي الناس تستفاد منه وباسعار تكون ملائمه جدا. احنا يعني هنا في مصر بنرحب بحضرتك جدا، وفي النهايه انا عاوز حضرتك بس توجه طلب او رساله للمزارع المصري فيما يخص هذه الشتلات. والله أنا أشجع المزارعين والفلاحين واللي اختصاص الشركات الزراعية أنه خلي يصير اتجاه لزراعة النباتات الاستوائية، لأن هي من ناحية طبية جيدة جدا، من ناحية غذائية جيدة جدا، ونريد هاي الأصناف تكثر في بلدنا يعني، وننشرها بالوطن العربي كله. هل في أصناف معينة أو عدد أصناف دي قد إيه؟ يعني احنا اللي عندنا تقريبا 50 صنف من عندهم، يعني منهم جاهزين للتعاقد، منهم لسه في طور الانبات، منهم لسه في طور التطعيم، فاحنا يعني بحدود 50 صنف احنا جاهزين لهم ان شاء الله، يعني بمدة اقل السنة باذن الله. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور محمد الشمري رئيس مجلس ادارة شركة الشمري اللي هي الشتلات النباتية النادرة، شكرا جزيلا لحضرتك. حبيبي شكرا جزيلا، اتشرفت بحضرتك.
عشرات المنتجات المختلفة من عشرات الشركات في مجالات متنوعة، اختراعات كتير شفناها النهاردة في معرض أجري بيزنس، يعني نهضة زراعية بتشهدها مصر في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي. نتمنى يكون استمتعتم وتعرفتم على الكثير من المعلومات الجديدة في معرض أجري بيزنس.